السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفي عناوينها. من المصدر أونلاين: نقابة الصحفيين تطالب بنقل الصحفي توفيق المنصوري إلى المشفى وتحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية. في عدن تايم: أطباء هنود يستخرجون رصاصة من جسد يمني بعد عامين من إصابته. ومن صحيفة القدس العربي في أكثر الأخبار قراءة: مسافر يجبر طاقم طائرة باكستانية على الهبوط بكذبة وفاة زوجته. أهلا بكم، والبداية من الانتهاكات التي تواصل ارتكابها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين. ووفقا لموقع المصدر أونلاين، فإن نقابة الصحفيين تطالب بنقل الصحفي المنصوري إلى المشفى وتحمل الحوثيين مسؤولية تدهور أوضاع المختطفين. وقال الموقع إن نقابة الصحفيين اليمنيين طالبت بسرعة نقل الصحفي توفيق المنصوري إلى المشفى لتلقي العلاج بعد حصولها على معلومات عن تدهور حالته الصحية. وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بلاغ صحفي إن صحة الزميل المنصوري تدهورت بشكل كبير، حيث يعاني من مرض القلب وضيق التنفس وتورم أدى إلى شل حركته وإبقائه قعيدا في سجن الأمن السياسي بصنعاء دون رعاية صحية. وحملت النقابة جماعة الحوثي مسؤولية ما يتعرض له الصحفيون داخل السجون من تعذيب ومعاملة قاسية وحرمان من حق التطبيب والزيارة. أما موقع الصحوة نت فقال في أحد أخبار صفحته الرئيسية: حملات اختطافات واسعة تطال المواطنين في ذمار وسجون سرية في معبر. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي وصالح نفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في ذمار طالت عددا من المدنيين المعارضين لفسادها والمناهضين لجرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء المحافظة. يضيف الموقع: لا يزال عشرات المعتقلين المدنيين من أبناء المحافظة في ذمار يقبعون في سجون ميليشيا الحوثي دون معرفة مصيرهم أو مكان وظروف احتجازهم منذ عدة أشهر. ما من بؤس أكثر فداحة من دنيا الدكتاتورية ولا حياة مليئة بالألم كالتي يعيشها رجاله المقربون. هكذا يبدأ مروان الغفوري مقاله المنشور في موقع الموقع بوست عن الدكتاتور، ويضيف في أجزاء أخرى من المقال. في خطاب الضجر يرسم الدرويش عام 1986 بورتريه ساخرا لدكتاتور عربي يسارر شعبه بوحدته عزلته وضجره. فهو الذي شهد يحمل العاصمة فوق سيارته ليتقي المطر يتجلى من الجانب الآخر الهش والأعزل، لا يجرؤ على الذهاب إلى البحر ولا المشي فوق الرصيف، ثم لا يلبث أن يسوق اعترافا ساخرا لا يخلو من الوجع: من منكم يستطيع الجلوس 30 عاما على مقعد واحد دون أن يتخشب؟ سبق أن اعترف مبارك بتلك العزلة المرة متحسرا على وضعه الرئاسي الذي يمنعه من الذهاب إلى السينما كالآخرين. مع الأيام يصير الدكتاتور خشبا، حتى ستالين الذي قتلت حروبه 46 مليونا سقط كخشب قديم. في بوروندو العظيم للكولومبي خورخي ثاماليا عام 1951 يحمل رجال الدكتاتور جثته في جنازة مهيبة، لكنهم يكتشفون أن جثة الدكتاتور قد آلت إلى ببغاء ميت تغطيه الصحف والمجلات. ما إن يحن وقت خروج الدكتاتور من هذا العالم حتى يكون قد صار مضحكا وبائسا. حتى سجونه تبدو هزلية. كان يوليوس قيصر قد رفع نفسه إلى إمبراطور وجعل من نفسه روما، طجر منه رجاله المخلصون فقتلوه أمام شعبه. صاح بروتوس رفيقه: لأننا نحب روما أكثر منه. أما يوليوس قيصر وهو يموت فقد احتفظ بوهمه الزائف عن نفسه: لا أزال ثابتا كنجم قطبي. يؤكد لابويسي في القرن السابع عشر أن أكثر من نصف ملوك روما قتلهم خاصتهم. إنهم بائسون، يعيشون في تحدي يومي مع التاريخ ومع الأوهام معا، محرومون من المتعة التي يجدها الدهماء في قاعهم الاجتماعي. استمرارا للحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدن، أكد موقع المشاهد نت أن ميليشيا الحوثي في ذمار تحتجز قاطرات محملة بالغاز والمواد الغذائية قادمة من محافظة عدن. وقال الموقع إن جماعة الحوثي وصالح في ذمار احتجزت العشرات من الناقلات المحملة بالسلع الغذائية والبضائع القادمة من ميناء عدن ومنفذ الوديعة لفرض رسوم جمركية عليها.
مصدر محلي قال إن العشرات من الناقلات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع المختلفة محتجزة حاليا في خط المحافظة أمام المجمع الحكومي الخاضع لسيطرة الميليشيا. يتابع الموقع: تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إنشاء الميليشيا الانقلابية مكاتب جديدة للتخليص الجمركي على السلع والمنتجات الغذائية في مداخل محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. أما في محافظة الضالع فقد تمكن رجال الأمن والمقاومة الشعبية بمديرية قعطبة من ضبط خلية متهمة بزرع عبوات ناسفة في المنطقة. وقال مجلس مقاومة قعطبة في بلاغ له إن رجال المقاومة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنوا من ضبط الخلية التي تتهم أو التي تتهم بزرع العبوات الناسفة داخل مدينة قعطبة دون وقوع إصابات. يتابع الموقع: التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية أثبتت تورطهم في زرع عدد من العبوات الناسفة بدعم من ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. تستذكر الكاتبة والشاعرة الكويتية سعدية مفرح ما حدث مع أشهر المصورين الذين عرفهم العالم وكيف جعلته مشاهد الناس الذين صورهم يقدم على الموت. وقالت الكاتبة في جزء من المقال: مع كل صورة فوتوغرافية صحفية مشابهة تتجدد الأسئلة، وبالتحديد منذ حادثة انتحار المصور العالمي كيفن كارتر في يوليو عام 1994 تحت وطأة الشعور المتعاظم بالذنب بسبب انحيازه لفكرة السبق الصحفي على حساب نداء الضمير الإنساني. كان كارتر قد صادف طفلة سودانية في أثناء تغطيته الصحافية أحوال المجاعة التي ألمت بالسودان وأهوالها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهي تزحف منهكة القوى بسبب الجوع الشديد من الكوخ الذي يسكنه ذوها إلى مقر توزيع المساعدات الغذائية بعد أن مات كل من في الكوخ جوعا ولم يبقى سواها لتحاول النجاة قدر استطاعتها. وعلى الرغم من أن المسافة بين الكوخ ومقر المساعدات لا تزيد عن كيلومتر واحد، إلا أن الطفلة المسكينة لم تستطع بلوغ هدفها في النهاية، فقد كانت تزحف ببطء شديد بعد أن وصلت إلى مرحلة الاحتضار، وكان في المشهد نسر لا يقل عنها حاجة إلى الطعام، فبقي متحينا فرصة الانقضاض على الطفلة بعد أن يبتعد المصور كما يبدو. لكن المصور الذي وجد المشهد مغريا جدا لالتقاطه صوب عدسته ليفوز بصورة سرعان ما انتشرت في العالم، ثم فاز بجائزة بولتزر لأفضل صورة فوتوغرافية إنسانية في ذلك العام. لم تكن تلك الجائزة لتحمي كارتر من النقد الذي وجهه إليه كثيرون بسبب اهتمامه بتصوير الطفلة المحتضرة بدلا من المسارعة إلى إنقاذها من مصيرها المحتوم. لم يحتمل المصور الذي راجع موقفه مما حدث تحت وطأة الشعور بالندم بعد أن ساهم الآخرون في تذكيره بإنسانيته المهدرة البقاء طويلا على قيد الحياة، فقرر أن ينتحر بعد أشهر قليلة من نيله الجائزة التي وضعته على محك اختيار الضمير الإنساني. موقع الاشتراك نت أورد تقريرا لشبكة معلومات الأمن الغذائي قال فيه إن خطر المجاعة يهدد اليمن. وقال الموقع إن شبكة معلومات الأمن الغذائي حذرت من تفاقم الأزمة الغذائية على مستوى العالم وخاصة في الصومال وجنوب السودان واليمن بسبب الصراع المسلح والجفاف. وقالت الشبكة التي يرعاها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمات أخرى والمعهد الدولي لأبحاث السياسة الغذائية إن الطلب على المساعدات الإنسانية ووصل إلى 1.8 ملايين شخص وواجهوا انعدام الأمن الغذائي بمستوى أزمة أسوأ في عام 2016، وهي زيادة كبيرة عن العدد الإجمالي خلال العام السابق. الرصاصة التي اخترقت جسد محضار ناصر بن ناصر تمكن فريق طبي من إخراجها ولكن ليس في اليمن. ووفقا لموقع عدن تايم فقد نجح أطباء في الهند من استخراج الرصاصة التي تسكن جسد محضار منذ قرابة عامين بعد عملية استغرقت أكثر من 5 ساعات متواصلة. وتعرض الجريح محضار كغيره من جرح الحرب الذين سقطوا في مدينة عدن لجروح خطيرة إثر القنص المباشر من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع أثناء زحفها على مدينة عدن. ويضيف الموقع إنه تم إسعاف الجريح الذي أصيب في منطقة البساتين إلى سلطنة عمان ثم إلى الأردن، لكن الأطباء هناك توصلوا إلى أنه من المستحيل استخراج الرصاصة.
يتابع الموقع إن كبير الأطباء الجراحين في أحد مشافي الهند قرر إجراء العملية الجراحية لاستخراج الرصاصة الساكنة خلف رقبة محضار، مطمئنا الجريح أنه سيكون على ما يرام. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. دعت السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن الأمم المتحدة إلى زيادة عدد مفتشيها في الموانئ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في اليمن. وتقول صحيفة الخليج إن وزيرا يمنيا كشف عن قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع بنهب أكثر من 63 سفينة إغاثية وقطعت الطريق ونهبت أكثر من 233 قافلة مساعدات، مشيدا بعزم المنظمة الدولية لاستخدام موانئ بديلة غير خاضعة لسيطرة المتمردين لإيصال المساعدات الإنسانية. وقال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي إن الرياض قدمت طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة لتكثيف مفتشيها في اليمن في إطار المهمة الدولية للتفتيش والتحقيق بو إن إي في إم. وأشار إلى أن التحرك السعودي يأتي على خلفية عمليات التهريب الكبرى للأسلحة والذخائر الإيرانية إلى الحوثيين، والتي يقول التحالف العربي إنها تتم عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الإنقلاب. صحيفة الحياة اللندنية قالت إنه وفي سياق اعتداءات جماعة الحوثي على الأجهزة الطبية العاملة في اليمن، قام مسلحون من الجماعة باقتحام فندق في صنعاء كان ينزل فيه فريق طبي دولي، واحتجزوا أعضاءه واقتادوهم إلى السجن بعد اتهامهم بالتجسس. أما في موضوع آخر، فقد احتجزت الميليشيا في مدينة ذمار عشرات الناقلات المحملة بالسلع الغذائية والبضائع القادمة من ميناء عدن ومنفذ الوديعة لفرض رسوم جمركية عليها. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إنشاء الميليشيا الانقلابية مكاتب جديدة للتخليص الجمركي على السلع والمنتجات الغذائية في مداخل محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. ويسعى الحوثيون إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الموارد المالية بعد قرار الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن وتجفيف منابع الدعم المالي للميليشيا الانقلابية. صحيفة العرب الجديد عنونت بخصوص الضربات الأمريكية على أهداف للقاعدة: قصف جوي وبحري أمريكي ضد القاعدة في محافظة أبين. وقالت الصحيفة: قتل العديد من الأشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في اليمن جراء غارات أمريكية نفذتها طائرات من دون طيار وقصفت بالبوارج البحرية في محافظة أبين جنوب اليمن. وأفادت مصادر محلية للعرب الجديد وأخرى متخصصة بمتابعة تطورات ما يتعلق بملف الإرهاب في اليمن بأن طائرات أمريكية من دون طيار نفذت 3 غارات على الأقل، واستهدفت سيارات على متنها العديد من الأشخاص يعتقدوا بانتمائهم لتنظيم القاعدة، وذلك في قرية آل السواد في منطقة المحجب بمديرية الوضيع في محافظة أبين. يتابع الموقع: منذ مطلع مارس نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الضربات الجوية ضد أهداف مفترضة للقاعدة في اليمن تركزت في محافظات أبين وشبوة والبيضاء. ما كان لأحد أن ينتظر من قمة عمان أكثر مما قدمت، مراسم وخطب ترن كلماتها في ذهن السامع وبيان ومقررات تمثل صورة جديدة من النسخة الأصلية المحفوظة في أضابير الجامعة العربية ومجالسها المتخصصة وفي وزارات الخارجية والسفارات والدواوين الرئاسية في العالم العربي ووزارات الخارجية في الدول الأخرى المهتمة. هكذا بدأ الكاتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج العربي. وأضاف الكاتب: إن الموروث المعاد هو شجب كثير وإدانات لا تنتهي، يقابلها إشادات بمواضيع التعفف عن ذكرها أدعى إلى السمو والتعالي، ذلك في الخط الفاصل بين المتن والهامش
وفي المتن تعيد القضايا نفسها على نحو يقدم شهادات صادقة على الفشل المستمر. احتلت القضية الفلسطينية الصدارة في جدول الأعمال، لكن لا شيء يبعث على الاهتمام أو يدعو للتفاؤل بتحرك عربي يقصد أهدافاً بعينها. فالزعماء العرب تمسكوا بمبادرتهم القديمة المقرة في بيروت، مع أنه في كل الظروف لا يجب أن يتقدم أحد طرفي الصراع بمبادرة من أي نوع، لأنه يكشف سقف مطالبه ويفتح جهية خصمه ويمنحه مجالاً واسعاً للمناورة. وإنما تأتي المبادرات من وسطاء يتبرعون من أنفسهم أو تلزمهم مسؤولياتهم، كما هي حال المنظمات الدولية. القضية الفلسطينية هي ذبيحة الفشل العربي من النكبة إلى الجدار العازل، حيث الانتقال من الصلابة والإصرار إلى اللين والتراخي ثم الميوعة والهوان. وعلى الجبهة الأخرى تبدلت التكتيكات الإسرائيلية من التلهف للسلام في مرحلة الدولة الوليدة إلى انقضاض في 67 ثم الاستدراج بعد 73. إلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي، باكستاني اشتاق لزوجته وهو في الطائرة فقال لطاقمها إنها توفيت وأجبرهم على الهبوط. وقالت الصحيفة إن رجلا باكستانيا أجبر طاقم طائرة كان على متنها في طريقه إلى المملكة العربية السعودية لبدء حياته المهنية على الهبوط بعد ادعائه أن زوجته قد توفيت. تضيف القدس العربي: الحقيقة هي أن الزوج اشتاق لزوجته وشعر بالندم لتركها بمفردها في بلدة شيخو بورا، وقرر فعل المستحيل ليهبط من الطائرة، حيث كذب على طاقم الطائرة بتلك الحيلة بعد أن أثار تعاطفهم معه. وقال الرجل للسلطات في المطار إنه تزوج منذ فترة قصيرة ولم يكن مستعدا للذهاب إلى المملكة العربية السعودية، وندم على ترك زوجته بمفردها. انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعاملة منزل أثيوبية في الكويت لحظة قفزها من الطابق السابع وسقوطها على الأرض ونجاتها بأعجوبة رغم رفض كفيلتها إنقاذها. ويظهر الفيديو العاملة وفقا لصحيفة البيان وهي تتعلق بطرف شرفة أحد المنازل في لحظة لا يعرف كيف وصلتها أو لماذا، لكن صوت كفيلتها كان واضحا في الفيديو وهي تنعتها بفقدان العقل وتقول: تعالي. بينما توسلت العاملة لها: أمسكيني أمسكيني، لكن كفيلتها لم تهتم لأجلها ولم تفكر في مساعدتها، بل أخذت جوالها وصورت المقطع. ويذكر أن العاملة وقعت في مكان غير خطر، ما ساعد في امتصاص صدمة السقوط ونجاتها بأعجوبة. إذن يبدو أن القدر كان أرحم بها من كفيلتها. بين زنزانتين، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وأضاف الكاتب: يروى عن سجين أنه حفر عاماً كاملاً في أسفل جدار زنزانته ليجد نفسه في زنزانة أضيق وأشد رطوبة. وهذا ما حدث لبعض المهاجرين واللاجئين العرب الذين فروا من النار ليجدوا أنفسهم في الرمضاء. فلماذا قرر هؤلاء الهجرة؟ وابتلعت البحار كما اليابسة العجفاء أطفالهم وذكرياتهم أيضا. فهل جار الزمان على الفقير كما قال الشاعر: سأرحل عن بلاد أنت فيها؟ أم أن البحث عن مأمن باهظ التكلفة من هذا الموت المجاني هو ما ساق الملايين إلى المقارنة بين خيارين كلاهما مر؟ لقد عرف العربي الهجرات بكل أنواعها، بدءا من اضطراره للبحث عن الماء والكلاء حتى بحثه عن مجال حيوي لتحقيق أحلامه التي ضاق بها المكان، وكان على الدوام يجد نصيراً أو ملاذا. وأول هجرة في تاريخه كانت الطريق إلى الفتح والعودة الظافرة، لكن هجرات عصرنا من طراز آخر، لأن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة. بل هناك من يقولون في كثير من الأسى: الأقارب عقارب. لكن من هربوا من لدغ العقارب لم يسلموا من سم الأفاعي. فكيف ضاقت هذه الجغرافيا الشاسعة والرسولية بمن ولدوا فيها، وهي التي اتسعت ذات يوم لكل الأجناس والديانات؟ إنها رحلة شاقة بين زنزانتين وبين نارين وبين أمرين كلاهما مر. فالهجرة تبقى اغترابا
حتى لو كانت من طراز هجرة صقر قريش الذي بنى أندلساً في عقر أوروبا، لأنه ما إن رأى نخلة ذات يوم حتى عانقها وقال قصيدة نادمها بها ووصفها بأنها غريبة مثله. في هذه الفقرة اختار لنا الزميل صقر الصنيدي مجموعة من أفضل الصور التي التقطت من أنحاء أفريقيا ولأفارقة في أماكن أخرى من العالم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الفائت، وقد وردت الصور في شبكة البي بي سي. نتابع. إذن بهذه المجموعة من صور التي اخترناها لكم نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من كشك الصحافة. الآن أترككم مع مجموعة أيضا مختارة من رسوم الكاريكاتير. السلام عليكم ورحمة الله.